رغم مرضه الشديد ونصائح الأطباء، محمود الخطيب بيضحي بصحته علشان خاطر الأهلي ومصلحته، وهيحضر ماتش الأهلي والهلال السوداني. إيه الحكاية؟ قلق كبير في الوسط الرياضي بسبب الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكل بيسأل على صحة الخطيب اللي يعتبر واحد من أهم رموز الكرة المصرية والإفريقية، لكنه بيعاني في الأيام الأخيرة من تدهور حالته الصحية، والكل عايز يعرف ويطمن عليه. محمود الخطيب بيعاني من شهر فبراير من فيروس كورونا، من ساعة لما كان مع البعثة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية اللي اتعملت في المغرب، واللي فيها قدر الأهلي يحقق المركز الرابع بعد ما فاز على أوكلاند سيتي وساندرز، وخسر بعدها من ريال مدريد وفلامينجو. الخطيب بعد ما رجع القاهرة مرتاحش رغم نصايح الأطباء ليه بسبب مشاكل النادي اللي مر بيها، سواء في الدوري أو في دوري الأبطال بعد ما خسر من الهلال السوداني، وبعدها تعادل مع سان داونز والخسارة من نفس الفريق 5-2 في جنوب إفريقيا. الأمر اللي أغضب الأهلوية، مشاكل النادي كتير، أبرزها غرامة كهرباء وضغط الجمهور على الإدارة بدفع غرامة كهرباء هداف الفريق اللي قدر يحل مشكلة راس الحربة اللي هي أزمة النادي الأهلي في الموسم ده. كل الضغط ده أثر بالسلب على صحة محمود الخطيب. الإعلامي أحمد شوبير طلع في تصريحات حكى فيها تفاصيل الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، وقال الخطيب بيعاني من الإصابة بفيروس كورونا من ساعة لما كان مع بعثة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وبعد ما رجع مصر تعرض لالتهاب في الشعب الهوائية وبقى في حاجة دايمة للتنفس بالأكسجين، والطبيب الخاص بيه بيجيله البيت لأنه مش قادر يخرج، وهو حالياً في العلاج في بيته، والأطباء جابوله أجهزة أكسجين للتنفس الصناعي علشان يقدر يتنفس. الحالة بتسوء لأنه مش قادر يأكل ولا يشرب وعايش على المحاليل. الأطباء نصحوه أنه ما يصومش عشان حالته الصحية، فكان لازم يفطر عشان يقدر ياخد الأدوية ويخف. ورغم شدة مرضه وحالته الصحية المتدهورة واللي بتخليه يضع أنبوبة أكسجين على وشه في الأيام، فنداء الأهلي محدش يقدر يرفضه، ما هو رئيس النادي الأهلي والأب الروحي لكل الأهلوية، علشان كده عنده إصرار كبير على حضور ماتش الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت اللي بنتمنى فيه التوفيق لممثل مصر في البطولة الإفريقية. هل ممكن محمود الخطيب يحضر ماتش الهلال بكرة؟ ده اللي هنشوفه. نتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب.